تعتبر جزيئات الضوء أسرع الأجسام المعروفة في عالمنا الفيزيائي. تقدر سرعة الضوء في الفضاء ب 299,792 كيلومتر في الثانية أصلي 458، وهي السرعة المعلنة دوليا طبقا لبيان المؤتمر الدولي للمعايير المنعقد في باريس عام 1983. أولى محاولات حساب سرعة الضوء بدأت في عام 1767 على يد الفلكي أولاس رومر. جاءت النتيجة 299,792 كيلومتر في الثانية، وبرهن للمرة الأولى أن سرعة الضوء محدودة. ما لم يعرفه أولاس رومر آنذاك هو أن سرعة الضوء قد ذكرت في كتاب سماوي بدقة أكبر. في وقتنا الحاضر قام الدكتور محمد دودح بحساب سرعة الضوء بدقة عالية مستعينا بكتاب يرجع تاريخ ظهوره إلى 14 قرنا خلت، ألا وهو القرآن الكريم. استعان الدكتور بالآية الخامسة من سورة السجدة التي تقول: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. الأمر المذكور في الآية هو الأمر الكوني الفيزيائي، والدقة كانت مذهلة 299,792 كيلومتر في الثانية فاصل 458. كيف يعقل هذا؟ لحساب سرعة جسم ما نستعمل المعادلة التالية: سرعة الجسم تساوي المسافة المقطوعة مقسوما على الزمن. الزمن يساوي في يوم يساوي زمن يوم أرضي الذي يساوي 86,164 ثانية فاصل 09966. المسافة المقطوعة مقدار ألف سنة مما تعدون، تساوي المسافة المجردة التي يقطعها القمر في مدار منعزل، أي بالنسبة للناظر على الأرض مما تعدون. وعلى هذا تكون المسافة المقطوعة تساوي ألف سنة ضرب المسافة التي يقطعها القمر في 12 دورة، 25 بليون كيلومتر فاصل 8 3 1 3 4 7 2 3. يكون حساب سرعة الأمر الكوني في الآية مساويا ل 299,792 كيلومتر في الثانية فاصل 458، وهي قيمة مطابقة تماما لسرعة الضوء المعلنة دوليا سنة 1983. وقد فهم أحد المفسرين الذين عاصروا نزول القرآن الكريم وهو عبد الله بن عباس
هذا المعنى، حيث قال عند تفسير قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هذا في الدنيا، ولسرعة سيره أي الأمر يقطع مسافة 1000 سنة في يوم من أيامكم. وقد أكد علماء آخرون في جامعة عين شمس وجامعة أم القرى صحة هذه الحسابات. هذه مصادفة مستحيلة أخرى أم ماذا؟ الرقم العلمي 299,792 كيلومتر في الثانية .458. الرقم القرآني 299,792 كيلومتر في الثانية .458.